توجت قرية تفردود التابعة إداريا لبلدية أبي يوسف بأعالي عين الحمام بلقب أنظف قرية في إطار الطبعة الخامسة من مسابقة رابح عيسات للبيئة التي ينظمها المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو كل سنة. قلنا غنشوف ديلو ذي مثل مرث القبائل كنا كنيا نزدغ لعليا نبضل لعليا إن شاء الله تفاعل نوياض لأنه ذي غير زوارن مي لوبجيكتيف هم زوارون إلا قتمرت القبائل أتوغل زديك تمثل اللوش إلا قد نرفضي قرانا إن يكون فغانا تسجم بيسجم بمانيس كيز مدينة بلا ساقي تسامغرا لكابيلي كوم أولونتي يعني ماشي حاشا تسامغرا لناكا نكونين فرح الدوزيام برياكي ونورا نوضا واش تاكي على خاطر نكماسي الخدامي يا با لونتا كوميتي فيلاج اكسار نيض واس باش تشون كان يزيد يعني الخدمه خويا نخدم الحمد لله اخي نبضر وين نتمنى سي اون انيسياتيف لواب على كل حال جو تيان اوسي ا ريميرسي لي ريميرسي بور افوار اسوسي لو نو دو نوتر بير الله يرحمه à l'environnement, à la propreté de la wilaya de Tizi Ouzou. طبعت هذه السنة التي شارك فيها 78 قرية وتم منها اختيار 8 فائزين أحيت روح المنافسة بين القرى وأعادت للمنطقة بريقها المعهود. فكرة جميلة جدا لأن تمكن أولا مشاركة المواطنين في التكفل بشيء هام جدا هو النظافة على مستوى كل ولاية، والنظافة تبدأ بكل من الأحياء ومن القرى تاع الولاية. سايتي اون ريوسيت او فيو دو لا جوا كو سا بروكوري اوجوردي نو لافون فيو افيك لي بريمي دونك لي 8 بريمي دونك اون غاني. Mais ce sont les 78 villages qui ont gagné, parce que la propreté concerne tout le monde. وعلى مدار 5 طبعات من هذه المنافسة التي أحيت روح التضامن بين السكان وألبست القرى رداء من النظافة والجمال، وجب اليوم النظر في حل يضمن استمرارية المبادرة ولما لا تعميمها على باقي ولايات الوطن.